بعد المنوره. بارك الله فيك. نور نور على نور والله، والله نور على نور، ربنا والله منور عليك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
واصبر ما صبرك إلا بالله واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله 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 يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيما. سبحانك اللهم رب الورى بعثت فينا محمدا نيرا رسولك المختار. صلوا على المختار رسولك المختار من خلقك البشير للعالم والمنذر. أرسلته يا ربنا للناس هاديا أكبر عليه صلي. صلوا عليه. عليه صلي. عليه صلي ربنا دائما وآله وصحبه وأنصارا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا رب صل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى للنبي جبين يفوق قمرا للمصطفى جبين يفوق قمرا للنبي جبين يفوق قمرا والقمر جزء من نور محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه الفاتحة إلى روح المتوفى وأموات المسلمين جميعا لهم من الفاتحة الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام. اللهم اجعل ثواب ما قرئ في هذه الليلة القرآنية المباركة قطرات ورحمات إلى الفقيد الراحل يا رب العالمين. اللهم اسكنه الفردوس الأعلى، اللهم اسكنه الفردوس الأعلى، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم ارزقه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم احشره مع سيدي وحبيبي ونور عيني وجلاء همي وذهاب غمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت على خير ليلتنا القرآنية المباركة العطرة التي أقامتها الأسرة الكريمة تكريما لهذه الروح الطاهرة عم الحاج عبد الله العمدة. أسأل ربي أن يكون في جنات الفردوس يا رب العالمين. استمعنا وإياكم لمسك ختام ليلتنا القرآنية مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد المهدي شرف الدين القارئ والمقيم بمركز منيا القمح محافظة الشرقية. شاكرين لكم جميعا مسعاكم، شكر الله سعيكم جميعا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.